خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، صفر. نزلت اللعبة، نزلت. هوب. أخيرا. نزلت. إيش في؟ إيش هذه اللي نزلت يا ابني؟ نزلت. اللعبة نزلت. كافي كافي، لا تسووا كده، الناس نايمة. ايش بتسوي يا فلافيلو هنا الحين؟ جيت اقبض على الحرامي اللي بيسرق التلاجة. لا تألف يا فلافيلو، انت قمت من النوم جيعان فقمت على طول تاكل عندنا. مش قادر امسك نفسي يا درغام، الاكل بصراحة عندكم حلو قوي. سيبكم من التلاجة الحين، انت ليش بتصرخ يا ابني في الليل كده؟ اصلها نزلت يا ماما، نزلت اللعبة اللي منتظرينها صار لنا 10 سنين، البروفيسور صائد الفضائيين 3 نزلت. معقولة؟ كل الصراخ ده عشان لعبة جديدة نزلت السوق؟ ايوه يا ماما، يلا ادوني فلوس عشان اروح اجيب اللعبة بسرعة، يلا. فلوس؟ هذا مستحيل، انت جبت لعبة قبل يومين. يا بابا انا مالي صلاح، لازم اجيب اللعبة هذه بسرعة جدا. بس احنا يا ابني مصاريفنا مرة كثيرة، ومرتبي اللي انا بستلمه بقسمه على حسب احتياجاتنا، كل شيء يا ابني وله وقته. انتوا ليش مصعبينها؟ طب اديني بس انت المرتب حقك وأنا حجيب كل احتياجات البيت، وكمان حوفر فلوس كتير عشان أجيب كل اللعب اللي أنا أبغاها. كلام كبير من ولد صغير. مذيعة التلفزيون كانت بتقول ادوا للأطفال مسؤوليات كبيرة عشان ثقتهم بنفسهم تكبر وينجحوا كمان. وليلي إيش قصدك يعني؟ أعطي ليث كل مرتبي عشان نشوف كيف راح يتصرف فيه؟ نجرب ونشوف، ما راح نخسر شيء. خلصنا خلصنا. شوف، طالما أنت بتقول إنك أحسن واحد يدير البيت، اتفضل الكريدت كارد حقي، انت الحين المسؤول قدامي عن مصاريف البيت. يا سلام، انا الحين اخليكم تشوفوا كيف تضبطوا مصروف البيت. بس كريمة التورتة دي طلعت قليلة قوي يا عنود. اشوف. شوف يا ايه. أوه. معلش اتزحلقت من ايدي. انا اسف، بس برضو الكريمة قليلة، هسيبكم انا بقى واروح انام. يلا يلا اوعى، امسك امسك، ما تسيبهوش، امسك كويس، نزله. يلا هاتوا عندي هنا، وخلي بالك كويس، اوعى حاجه تقع، خلي بالك. ايش في هنا بالضبط؟ ايش اللي بيصير قدام البيت؟ في احد يعزل من الشارع ولا ايش؟ انت جاهز؟ هرميهولك. هات هات. ليه كده بس يا فندم؟ مش ناقص غير توقيع حضرتك هنا وكله تمام. تمام، شكرا جدا، باي باي. يوهو. حلوة قوي اللعبة دي، انا في الفضاء. انا همسك راسه. مسكت راس الفضائي. ايش ده؟ انا فين انام دحين؟ فين كنبتي؟ يا ليث، لقيت ماكيت النيزك في غرفتي. هذا مو ماكيت يا رزان، هذا نيزك حقيقي، ما صدقت اني الاقيه هنا. ايش رايك، عجبك؟ طبعا مرة عجبني، انا راح اخليه في غرفتي. ليث، ايش كل هذا؟ كيف جبت الاشياء هذه كلها؟ بالكريدت كارد حقتك يا بابا، انت نسيت؟ انا اللي بدير البيت الحين. ادارة ايش دي؟ وكمان حمام كور في الصالون وبابا نايم جوتها. ماني نايم، جالس اريح جسمي شوية. شوف يا بابا، انا جبت لك هدية. تاتا، ميجا توث، ما تور 8500 حصان، ولما تدوس على البنزين بيسوي صوت نمر. هذا ولا ايش؟ اوف اوف، انا دلوقتي في اعلى حتة على الجبل، المنظر حلو قوي، ده زي الحقيقي بالظبط. ايه ده شمام، شمام الجبل. هذه راسي يا استاذ فلافيلو، ممكن تشيل يدك؟ ده شمام. ليس بيك، السفره جاهزه. مين هذا كمان؟ هذا الطباخ الجديد يا بابا، عملت لك بطه بالبرد ان مثل ما طلبت يا بيك.
أنا بطة وده برتقان، بس أنا مش فاهم حاجة خالص. يلا يا ليث نروح نجيب أغراض للبيت قبل ما ناكل. يلا، الهليكوبتر منتظر على السطح. هليكوبتر إيش؟ أنت ليش ماسك خشمي يا فلافيلو؟ مش عارف أروح على السيتنجز، كل ما أجي أظبط حاجة ألاقيني ماسك مناخيرك. يا جماعة ما ينفعش. أستاذي، برجع لكم على نفس المكان بعد ساعتين. تمام، متشكر جدا. صابونة وجه، سفنجة، مكرونة، صلصة، بيض، زبدة، معجون أسنان. معجون أسنان؟ 15؟ هذا كثير. ورق تواليت 20؟ الأغراض هذه غالية مرة كده طول الوقت؟ هذا مو معقول أبدا. شيدر ب15، هتدق ب25، آيس كريم ب30، بسطرمة ب40، شامبو ب50. ما في شيء رخيص؟ ليش بتصرخ كده يا ابني؟ ايش اللي صار يا فندم؟ الحساب 450. ايش 450؟ هذه فلوس كثيره مره. طبعا كثير. خلاص ما بقى معايا فلوس. ايش اسوي الحين؟ امشي يا ماما. يلا. على فين يا ليث؟ انت ليش شاددني كده؟ هذا مره كثير، كل شيء غالي، انا راسي بتلف. ايش الغلا هذا؟ هليكوبتر، هليكوبتر يا كابتن، أرجوك بسرعة على البيت. هل تملك نقود؟ المسافة بعيدة جداً جداً. أنت إيش يا أخي؟ اجري يا ماما. يلا. فلوس كتير قوي. كل حاجة بالفلوس. أيوه، إحنا الفلوس. ما رح أعرف أضبط مصروف البيت يا ماما. معليش، هدي نفسك شوية. يلا نروح البيت وتكلم مع أبوك، يمكن عنده حل لمشكلة المصروف. بابا، بابا. إيش في يا ابني؟ ليش بتصرخ؟ وحش. ما في وحش يا ابني، أنا أبوك. وحش تاني. ما تخافش، ده ماسك لقيناه في وسط الحاجات اللي انت جبتها الصبح. بابا، انتوا ليش قاعدين في الظلام؟ يا ترى ليش يعني؟ تعال معايا نسألهم ليش جالسين في الظلام. علشان فاتورة الكهرباء ما اندفعت. لأن الكابتن ليث نسى يدفع الفاتورة. عيد السؤال تاني عشان نسيته؟ قصدكم انه بسببي؟ أيوة يا ابني، مو بس قطعوا الكهرباء، ما في موية ولا غاز حتى. لقيت لمبة الغاز هادي، أهتمشي الأمور شوية. المهم عندنا مسبح كور. بابا، بابا، أنا فعلاً فشلت، ما عرفت أدير البيت، الفلوس ما كفت أي شيء. من بعيد الموضوع شكله مرة سهل، لكن لما دخلت جوا حسيت أنه صعب. أرجوك ساعدني لو سمحت، أنا لازم أنجح يا بابا. طالما أنك عرفت غلطتك هذا شيء مرة حلو. قل لي أنت كم تبقى معاك من الفلوس الحين؟ 250. باقي 7 أيام على آخر الشهر، مستحيل نكمل بهذه الفلوس. وأنا أحب المستحيل. إحنا الحين لازم نحط خطة تمشينا لآخر الشهر، بس يا ترى إيش هي؟ إحنا نحط هدول هنا ونقوم نشيل هدول. اللعبة هذه روعة. دقيقة واحدة، أنا لقيتها. ما إحنا كمان نسوي زي اللعبة هذه في بيتنا. كيف هذا يا بابا؟ شوف معايا، أول شيء نسويه نشوف الفلوس اللي متبقية معانا والوقت المتبقي، بعدين هنصرف على الاحتياطات الطارئة، الطارئة بس. محتاجة تلسكوب كبير علشان أعرف أتفرج على الحفر اللي جنب المريخ. طبعاً، هذه رح نقول لها لأ. لا يا رزان، عايز مايكروسكوب عشان أشوف الفرايع اللي عند البقال، ممكن تديني فلوس؟ هذا لا ترد عليه. ما رح أرد عليك. أنا أبغى مايكروفون أصرخ في العيال اللي تلعب كورة. حنقول له إيش؟ لا يا جدو. مضبوط كده. بسوي الأكل ومحتاجة فلوس عشان أجيب زيت، ممكن تجيب فلوس؟ تمام، هذه حالة طارئة، اديها الفلوس. اتفضلي يا ماما، هذول 10. الحين احنا لازم نجيب فلوس من أي مكان. ايش حنسوي؟ حنبيع الأشياء اللي مو محتاجينها. أنا دخلت في الحيطة، اللعبة هنجت. كان في أشياء كثير أنت جبتها مالها لزوم، راح نبيعهم وبكذا راح نجيب فلوس. تعالوا قربوا وشوفوا النيزك الصغنون ماسك الوحش المخيف. تعالوا تعالوا الحقوا، عندي معجون أسنان نصه فاضي ونصه مليان.
المعجون الخطير، قرب قرب. أنا بياع شاطر. ايه ده؟ ترخيص قوي. يعني بكام يعني؟ عايز أعرف هو بكام. كتير معانا فلوس للبيت تكفينا لحد آخر الشهر وزيادة. أولي إحنا نجحنا نجحنا. يوهو مش فاهم أي حاجة بس بزيد في الزيتة طبعاً. يوهو يوهو. كنت عارفة إننا ممكن نعتمد عليك يا ابني. شكراً، الفضل كله يرجع لبابا. ليث عندي خبر حلو، فاضل معانا فلوس تقدر تجيب صائد الفضاء اللي تبغاه. أولي شكراً يا بابا، أنا هروح أجيبها الحين. شكراً شكراً. هو أنت يا ابني ما كنت جبتها المرة اللي فاتت لما أخذت الكريدت كارد حقي؟ لما أديتني الكريدت كارد أنا نسيت اللعبة ونسيت نفسي كمان. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ أنا زهقت قوي. حرب الكور، حرب الكور الملونة. كويس إننا لسه ما بعناها. استنوا استنوا لا ترموا علي. دول غام، تعال جنبي. وفا الطابور طويل يا فلافيلو، أنا ماني فاهم يعني لازم بسطرمة هادي يعني؟ طبعاً لازم يا درغام، دي بتطلع لي في الحلم بقالها كم يوم، ده أنا أكلت المخدة فاكرها بسطرمة. أنت معك شيء واحد بس، استأذن اللي قدامك وحاسب قبله. أنا مش شاطر في موضوع إني أطلب من حد حاجة، بس ممكن أجرب. أنت يا اللي واقف قدامي، معايا حاجة واحدة، ممكن أحاسب قبلك؟ قلتلكم مش شاطر في كده. طيب مادام معاك حاجة واحدة بس اتفضل، مفيش مشكلة. ايه ده غريب، ده وافق على طول. امشي من قدامي من فضلك. ها. مرحبا استاذ. اهلا بيك، عايز احاسب على البسطرمة. ما عملتش حاجة، انا ما سرقتش حاجة من حد. ايش بتقول؟ مبروك مبروك، انت المشتري رقم مليون وربحت معنا هدية كبيرة. كيس؟ لا استاذ، الكياس عنا ببلاش. حضرتك ربحت معنا إجازة بفندق 5 نجوم على البحر أنت ومجموعة أشخاص من اختيارك. إيه؟ لا مستحيل، على فكرة أنا اللي كان لازم أكسب، أصل اديت له دوري. أنا أصلاً المشتري رقم مليون مش هو. برافو برافو برافو, برافو. بينا على البحر والشمس والهواء. يلا يا ابني يلا يلا يا بابا يلا على البحر. هتدفع الثمن يا فلافيلو، أنا هدفعك الثمن. بصراحة مرة حلوة الإجازة هذه، جد شكرا، مشكور يا فلافيلو. أما نشوف لما تصحى إيش حتسوي يا أبو السباع. ليش مطلعتني متينة كده؟ صغري خصري شوية. يلا احدف الكرة يا ليف. اهو يا عم فلافيلو امسك. مسكتها. يا اوه ايه ده يا عنود، هو انت كويسة؟ انا دمرتك. بس اهدى يا فلافيلو، انا هنا، هذا مجرد تمثال. ايه ده بجد؟ اصلي شكله حقيقي قوي يا رزان. شكرا جدا، على الاقل في احد انتبه على موهبتي. الى جميع الضيوف، المطعم مفتوح والبوفيه جاهز وساخن. الحقوا يا جماعه، المطعم خلاص فتح اخيرا، الكل يبعد من قدامي، انا جاي. انتظر يا عمو فلافيلو، مو كنا بنلعب كوره؟ يا ليث تعال نتمشى شويه على البحر وخلينا نجمع قواقع. سوسيس سوسيس ابعدوا ابعدوا، هات الطبق ده. فين السوسيس فين السوسيس؟ هان هان. اخيرا لقيته، انت هنا يا غالي يا سوسيس. تعال لي يا صديقي. ايه
ثانية واحدة، أنت كنت اللي كنت واقف الطابور الكاشير. برافو عليك، أنت خدت الجايزة اللي كانت من حقي فجيت أنتقم منك. أنا صرفت كل فلوسي هنا وهدفي الوحيد إني أبوظ لك أجازتك. مش هتاكل سوسيس طول ما أنت هنا أبداً. لا شوف هذا الحجر كيف حلو يا ليث، أنا ما شفت حجر بيلمع كده في حياتي كلها. بعد إيدك عنه يا أستاذ، هاد السلطير هدية من جوزي سلطهون إلحاني. شو يا عزيزتي، مين هدول؟ أنت عم تحاول تسرق خاتم مرتي؟ آسفين، امشي يا ابني امشي. بابا شوف الحوت جالس على الشط. الحوت لما يزعل يطلع يجلس على الشط، لازم نروح نرجعه البحر. دف يا ابني دف. انتوا ايش تسوون؟ كنا بس نحاول نرجعك الموية. انتوا سألتوني اذا كنت ابي ارد البحر ولا لا؟ ما سألنا. يعني بتستانسوني إذا قطيتكم في البحر؟ لا طبعاً، وبعدين إحنا كان قصدنا بس نساعدك. أنا ما حد يقدر يساعدني لأني تعيس جداً جداً. الأجازة ما تنفعش من غير سوسيس، مش كويس على صحتي، لازم ألاقي سوسيس بسرعة. أنا مقدرش أعيش من غير سوسيس، خلاص مش قادر. إلى ضيوفنا الأعزاء الذين جاعوا قبل موعد العشاء، يوجد بوفيه للمقبلات يمكنكم الأكل منه. إيه ده مش معقول، بوفيه مقبلات، أكيد في عندهم سوسيس هناك. استنى يا سوسيس، أنا جاي. بتحب تشرب شي استاذ؟ يلا جاهز لي شمسية وكوكتيل فواكه يا ابني، هجيب السوسيس واجيلك على طول. تاني؟ لا أيوة، أنا خلاص من الجوع هاكل شنبي وأنا هاكل سوسيس لوحدي. حلو قوي. البادي أظلم يا تمساح. انتوا ليش نزلتوا البحر؟ هو اصلا زعلان وما يبغى يرجع البحر. الحوت كان يجب ان يعود للبحر، واين كنت تريده ان يعيش؟ ابي ارد البحر تاني. بابا رأيي بدل ما ننزل البحر غصبا عنه نحاول نخليه ينبسط معانا. عندك حق يا ابني. طيب خلينا نفكر، ايش اللي بيدنا ممكن نسويه يفرح الحوت؟ حفل كوفتيل. كرة الشاطئ. تحب أحد تاني يقف حارس؟ رقصة لومبان لومبان. لومبان 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 لومبان. النهاردة بقى السوسيس بتاعي لوحدي. مش هتدوه ولا واحدة، مش هتدوه، أنا اللي هوصل الأول، أنا اللي هوصل. اوعى يلا اوعى. باي باي. لا مش هسمح لك بكده أبدا. لو سمحت أنا محتاج العربية دي في مهمة سرية وهرجعها لك تاني. إيه؟ ما هذا الذي تمسكه في يدك؟ قلت انزل بسرعة. أنا زعلان وحزين حيل. الساعة 6 والنهار لساه بيطلع، ما أحد بيبكي على الصبح كده. بقلاوة بقلاوة بقلاوة. كيف؟ يعني أنت بتبكي كل هذا عشان تبغى بقلاوة بس؟ أيوة. كنت قل لنا من الأول، أنت صار لك كم يوم مدوخنا، لو نعرف كنا جبنا لك بقلاوة. يلا نروح نجيب له بقلاوة من البوفيه. أبيها بالفستق مو بالجوز. وسعوا.
مش هتاكل سوسيس في الأجازة دي. أنا لا يمكن أسمح لك أبداً. أنت مالك بس؟ شيل إيدك، ابعد بقى. تمام، جبنا البقلاوة، يلا معايا. أستاذي من بعد إذنك، ما بيصير تطلع الأكل برات المطعم، هي قوانين الأوتيل أستاذ. بس يعني الحوت يبغى بقلاوة. أي حوت؟ عفواً أستاذ، استنى بس، احنا مضطرين ناخد البقلاوة هذه. قوانين الأوتيل انه الأكل ما بيطلع من هون أبدا. احنا مو عارفين ننام بسبب الحوت، وهو كان نفسه في بقلاوة. اجري يا ابني اجري. البقلاوة أستاذ ما بصير، وقفون يا أمن. ها؟ ايش حنسوي؟ هدول واقفين على الباب. فلافيلو فلافيلو تعال ساعدنا. سيبو انت، سيبو بقول لك سيبو سيبو. ايش بينفع دلهم؟ لازم اكل السوسيس لوحدي. احنا بنحاول نرجع الحوت البحر، لازم ناخد البقلاوة هذه. انت بتطلب حاجة صعبة قوي يا درغوم. حاول بس يا فلافيلو، انت دايما بتتصرف زي الابطال وزيادة. مش معقول الكلام ده، اثر فيا قوي. ايوه انا بطل كبير وهاخد السوسيس كله. ترررو ترررو، ابعد عني بقى، البطل جالكو خلاص. انتوا اللي بدأتوا، هديكوا بالشربة. شو هذا؟ شو هذا اللي زحناك؟ شو هذا؟ شو هذا؟ لا أستطيع أن أقف. مرة شاطر يا عمو فلافيلو. سوبر فلافيلو هينقذكوا واحد واحد. بفكر أدخل فريق فتيات القوة. هذه هي، جبنا لك البقلاوة خلاص يا سيدي. أولاي مو مصدق أنا أخيراً باكل بقلاوة. أنا مستانس، وايد مستانس. أولي بابا، إحنا أنقذنا الحوت الحين. مشكورين حيل يا أصحابي، أنتوا فرحتوني وايد. أنا خلاص برد البحر. بالكم على حالكم، يلا باي باي. باي باي يا حوت، مع السلامة. أخيرا راح. أيوة راح يوحشني. حنعرف ننام أخيرا. مرتي ضيعت الخاتم يلي كنت جايب ليا بالبحر، تعبت لقدرت اشتري ليا. الحوت سكت، حتبدأ انت تبكي. ايش اللي صار لسيارتنا القديمة يا ضرغام؟ انت ليه جايبنا في شيء يشبه مركبة الفضاء؟ ايش اسوي؟ السيارة اكيد زعلت من شيء وما بتشتغل كالعادة. غير محطة الراديو يا ضرغام، زهقت من الاغنية دي، يا ناري يا ناري يا ناري من الصبح. الاريا مو لاقط اي محطة تانية، عشان احنا برا المدينة. طب خد السي دي بتاعي شغله، متأكد حيعجبك. ايش في ده؟ في درس بيشرح تعليم اللغة اللمبانية بتاعتي. ايش اللمبانية هذه؟ اللمبانية هي لغة اخترعها وبيستعملها فلافيلو. الدرس الاول، صباح الخير باللمبانية يعني سلام الصبح بدري، ولما نيجي بقى نستخدمها في جملة، سلام الصبح الفطار جاهز. أنا بحب القرى السياحية جداً، حمامات سباحة كبيرة، شمسيات وكوكتيلات فواكه، بوفيهات مفتوحة. أحد يفهم عمو فلافيلو إننا مالنا رايحين قرية سياحية عشان نتفسح. إزاي كده؟ إزاي؟ فلافيلو أنت تقريباً كده فهمتنا غلط. أنا قلت لك قبل كده إن إحنا رايحين القرية عشان ناخد الفدان اللي ورثناه. بتقول إيه؟ قرية؟ ما فيهاش حمامات سباحة وبوفيهات؟ ما في شيء من هذا هناك يا فلافيلو. هو يعني ايه ما فيش؟ ما في شيء. انترنت؟ ما في. تلفزيون؟ ما في. فيديو جيم؟ ما في. نزلوني من العربية دي دلوقتي. ايش بتسوي يا فلافيلو؟ استنى، انا مش هستحمل. يا ناس الحقوني، ساعدوني، الحقوني. يا فلافيلو مش هيعمل. انا عايز انترنت، ماليش دعوه. انتبه انتبه شويه شويه، انتبه. اهلا بيكم باللمبانيه، اتشرفرفرنا بيكم. عجبك اللي سويته يا فلافيلو؟ بسببك هنمشي كل هذا الطريق على رجولنا في الحر. مش لاقط، مش لاقط ولا شرطة حتى، مش راضي يحمل صورة واحدة. هو في ايه؟ غزان، شفت الجزر اللي بيتحرك هناك هذا؟ ايوه ايوه، الجزر بيتحرك وبيرقص كمان. انت تفرجت على كرتون كتير الفترة الماضية. انا اتكلم جد، صدقيني تحركوا. يا اولاد تعالوا بسرعة تعالوا. ايش المكان ده يا ضرغام؟ ترارارا ترارارارا، ها
هذا الفدان اللي احنا ورثناه عن اهلنا. فدان ايش؟ هذا فدان كله طين وما في ولا زرعة. فدان كله طين بس؟ مرة فظيع. ده حتى مش وصل له انترنت. لا تبالغوا لو سمحتوا، المكان محتاج شوية تنظيف مو أكتر من كده. بعد إذنك، أكيد في العالي هنا في انترنت أشوف بيه فيديو. فلافيلو، أنزل من فوق حالاً. ها؟ الجزر بتحرك قدامك. ها؟ أجري يا رزان. بالراحة يا ليث، استنى. مشوا من هنا، شوفي شوفي. ليث، هو بعقلك ينفع إننا نطلع نجري ورا الجزر؟ أيوة ينفع. إيش هذا؟ أرنب إدنه من جزر. فار خشمه من الباذنجان؟ لا، رؤوسهم عليها خضار. الجزر أكيد بيقوي النظر بس مو بيقوي السمع. يلا يا جماعة، نسقف للي قال النكتة دي. سقفوا سقفوا للقرد. مكانك مش وسطينا، مكانك الكوميدي شوز. دول ودنا ومناخيرنا فعلا، بس احنا تحولنا بسبب مخلفات المصنع ده. ما عندهم هنا محطات معالجة ولا ايش؟ لا في طبعا، بس قلنا لهم ما يشغلوهاش. الودان دي موضة السنة دي، اكيد ما عندهمش محطات معالجة طبعا. بس اللي بيسووه هذا جريمة، ما ينفع يوسخوا الطبيعة كده. امشي يا ليث، يلا نروح نتكلم معاهم. احنا فاضيين لكل هذا الكلام؟ حقيقي عندك شغل كتير قوي يا نجم. ده انت حتى كنت بتحل مشكلة المية في الصحراء. ما تتعصبش يا أرنوب، انت عندك الضغط. هذا كان آخر شيء، كده لمينا الزبالة كلها. تعبت قوي النهاردة، أما أخد لنفسي سيلفي وأنا عرقان كده. متعة الحقل مع الأصحاب. يا لهوي، لسه الشبكة ضايعة ومفيش انترنت. تمام كده، كده آخر تمام. الحين لازم نكنس الأرض بالجرار. جرار بيريب بيريب بيريب. لا مالي صالح، أنا الأول. وبط حزامك، أنا قدامك. هنمشي بسرعة. هنمشي مرة بسرعة. فلافيلو، هو أنت دايس على البنزين وأنا ما أدري؟ دايس بنزين على الآخر. ها؟ ماني منتبه. بتهيألي إحنا ماشيين بسرعة. حتى الفار العجوز عدانا. ما تبصش عليه، لحسن تحسده. العمال يطلبون زيادة رواتبهم. وأنا كمان بدي أسبح مع البط بمسبح كله ذهب، بس للأسف مو كل شي بيصير. يا عزيزي، مو كل يلي بدنا إياه بيتحقق. يلي بعده. العمال دايرين لهم عطلات عمل إضافية. وأنا بدي أقعد يوم الجمعة أحضر كرة قدم، بس مرتي بحياتها ما راح تخليني. يلي بعده. هذان الشخصان يريدان مقابلتك. طيب أنتوا معكم 6 ثواني ونص وراح نبلش من هلأ. أهلا سعادتك، صرف مصانعكم بيصب في الصرف الصحي ومؤذي للطبيعة والحيوانات. ليش ما تسووا محطات معالجة من أول؟ كثير غالي وما لها لازمة. لازم نشتكيكم لأنكم ما بتشتغلوا. عيد هالحكي مرة تانية. 6 ثواني ونص خلصوا، زحلطوهن من هون. لازم تنفذ مطالبنا. حنشتكي. تمام كده، احنا كنسنا الأرض بالجرار وحندخل على المرحلة الثانية. يا ترى ايش تبغى تزرع هنا؟ كب كيك شوكولاتة. مو ايش تاكل، اقول لك تبغى تزرع الفدان ايش؟ كباب. الكباب ما بينزرع، قول فاكهة او خضار. تمام، بيتزا سخنة. ايش فيك بس، البيتزا كمان ما بتنزرع. ازرعوا البطاطس، بطاطس المكان هنا مناسب ليها. يعني بطاطسات باللومبانية. ايه البطاطسات دي؟ يلا نزرع بطاطسات، بطاطسات كتير قوي. بطاطسات 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 بطاطسات، احنا نزرع بطاطسات. تسقيف تسقيف، برافو، حليتوا الموضوع بسرعة فظيعة. برافو برافو. انفضحنا قدامهم. اها، قلتلك لا نروح من اول. لا يا ليث، ما حنستسلم، انا اشتكيت وحيكلموني. الو، اهلا يا استاذ. كيف، ما هي مشكلتكم يعني؟ هذه ما هي مسؤوليتكم؟ مسؤولية مين طيب؟ ما ينفع كده. الو الو، قفلوا الخط. طبعا قفلوا، مش مشكلتهم. احنا مناخيرنا بقت بتنجان هنا. دقيقة، مو مشكلتهم؟ طيب طبعا احنا رح نخليها مشكلتهم. كيف يعني؟ حقول لك. شوفوا معايا، لما نرسم هذا كده، ايش ده قولوا لي؟ دي رسمة. رسمة ايش بس هذا المصنع؟ ايش اللي حيصير لو نقلنا احنا النفايات هذه في انابيب تحت الارض توصل للحي؟ هيحصل ازعاج كبير. سيبك من الازعاج، لو وصلت النفايات اللي في الانابيب لموظفين الحي حتصير مشكلتهم هم مو احد تاني. الخطة جميلة وكل شيء، بس كيف حننفذها؟ وكمان من تحت الارض؟
أيوة هذا هو الجزء المستحيل. يا ليتنا كنا بنعرف نتكلم مع الخضار، كانوا يمكن يساعدونا من تحت الأرض. طبعا نقدر نتكلم مع الخضار، لو استخدمنا اللغة المناسبة ممكن نتكلم مع أي كائن حي على الأرض. أيوة فاكر جارنا العجوز عم زعل؟ هو كمان بيقول إنه بيعرف يتكلم مع الزرع والورد كمان. القصب بتاعي فين؟ أنت اللي خدت القصب بتاعي. قول لي أنت اللي خدته؟ أنا هعاقبك، مالكش مية لمدة يومين. أخيراً خلصنا الأرض، كفك يا فلافيلو. ما فيهاش حل يا درغام، مش قادر أرفع إيدي. ضبطتوا الأرض فعلاً، برافو عليكم. اتفضلوا، سويت لكم عصير ليمون. بابا إيش؟ إحنا محتاجين مساعدتكم. إيش فيه؟ في مصنع هناك بيأذي الطبيعة والحيوانات بالنفايات حقته. محتاجين بطاطسكم عشان نوقفهم عند حدهم. يا بنتي فهميني، ليث بيخرف مرة تانية. بابا ليث بيتكلم جد، حنكلم الزرع ونطلب منهم إنهم يساعدونا. أنا هبدأ. ألو أنتم سامعيني؟ ألو يا بطاطس. لا لحظة، لازم تكون إيجابي وهادي كده. أهلا يا بطاطسات يا حلوين، تعالوا، ممكن تساعدونا لو سمحتوا؟ مو سامعينا، ما ردوا علينا. وسعوا لنا كده يا شباب. إيه الأخبار يا بطاطسات؟ اسمين أنا فلافيلون. أي فروم فين فان أين فرون فاين؟ مهتر 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 إمبريري تهتاتو تا. مو معقول، اللغة اللمبانية؟ وكيف البطاطس فاهمين اللغة اللمبانية؟ فهمني. ما أنا عارف يا ابني، في يوم من الأيام كله هيتكلم لمباني. يا ريت تسألهم، هم ممكن يساعدونا؟ حاضر. بلا لينكو لمبا لمبا بلا لينكو. أبيرا برجري أبيرا بيري. لا يا عم ما تقولش. أتشوتشت. تمام الموضوع اتحل. أولي ترى طلع للبطاطس فايدة تانية. يلا نبدأ حالا. المسؤول عن النفايات هاي، قول بسرعة. يا معلم النفايات هاي جاية من مصنع الكيماويات يلي بأول الطريق. رح فرجيه هون. روح جيب لي وصولات الغرامات وألمي بسرعة، لازم يدفع الثمن غالي. خلصنا. برافو يا وزير. برافو عليكم، احنا فخورين بيكم فعلا. بشكركم يا شعب يا حلو. اتطبقت غرامة على مرتضى بيك مدير المصنع لأنه أذى الطبيعة والحيوانات، ما تقلقوا. يا ليتك سمعتنا لما جينا لك وحذرناك منه أول. معك حق يا أنسي، غلطت غلطة. مدير المصنع وعدنا أنه راح يعمل محطات تنظيف للنفايات تبع المصنع لحتى ما يأذي الطبيعة. يلا يا مدير، قدامك 6 ثواني ونص بالضبط حتبدأ من الحين، جاهز؟ أيوة. بوعدكم حأعمل محطات معالجة ما تأذي الطبيعة والحيوانات. برافو. شكرات يا شباب علش مساعدتكم. أيوة درغام فكرني نعمل بطاطس محمرة بالليل، نفسي فيها قوي. بتقول ليه؟ إيه؟ أنا جوعان، فين الأكل؟ أنا جوعان، فين الأكل؟ عايزين ناكل هم هم هم، عايزين ناكل هم هم هم. نبغى لحم وكبسة وكباب وشربة. طيب خلاص خلاص اسكتوا، ما أنا بشتغل بإيدي ورجلي، أنتم مو شايفين؟ أكل وتنظيف ومع ذلك ماني ملاحقة. أنت هتضحك علي؟ إيش الصعب في شغل البيت؟ أي أحد يقدر يسويه، في دقيقتين بيخلص. يا سلام، دقيقتين؟ تتكلم جد؟ معليش أنت مفكر إنه سهل تصير ست بيت؟ هو طبعاً مرة سهل، أنت ما شفت الشغل كيف؟ أنت مو حاسس إن في شيء غريب تحت رجولك؟ أيوة في شيء تحت الطاولة. متذكر اللي بتسويه شغل؟ هذا اسمه لعب عيال. سوي شغل البيت يوم وحتشوف ان اللي بسويه صعب يا درغام باشا. تبغي تتحديني؟ انا موافق. يلا نبدأ التحدي الحين يا العنود. انزل من على الطاولة وبعدين اتحداني. اسف، التحدي حيكون كالتالي، انا حصير رجال البيت لمدة يوم واحد. قصدك ست البيت؟ بالضبط ست البيت، وانت حتكوني رجل اعمال لمدة يوم واحد. سيدة اعمال؟ سيدة اعمال.
عم فلافيلو إيش بتسوي تحت الطاولة؟ أنا مستني الأكل اللي هيقع منكم، أصل كل الأكل اللي عندي في البيت خلص. تمام يا ضرغام متفقين، أنا قبلت التحدي خلاص، بس ممكن تقولي الخسران إيش حيجيب للربحان؟ طبعاً، حيجيب... ممكن... ممكن يجيب... مهلبية! ما يصير لا مهلبية إيش؟ الخسران حيعمل للربحان اللي يبغاه، أي شيء يبغاه أو يحلم فيه في أي وقت. تمام، أنا موافقة. رأي المهلبية كانت أحسن. أنا رايحة الشغل حقك يا ضرغام. صحيح إيش اللي لابسه على راسك؟ هذا عشان أصير زي ستات البيوت. ما له علاقة أبداً. المهم أنا رح أروح الحين. عطيتك لستة بالأشياء اللي حتنعمل وأخذت اللستة حقتك. يلا باي باي، حتأخر على الشغل. باي باي. يلا يا رزان، انت اكيد حتساعديني في شغل البيت طبعا. معلش بس عندنا بكره اختبار ولازم نذاكر. فلافيلو، يلا يا اولاد يلا، انا هساعدكم في المذاكره. يا فلافيلو انت ايش علاقتك بالمذاكره؟ تعال هنا بسرعه. يلا يلا لازم نهرب يا شباب. اكتبي يا بنتي. العنقوديه، العنقوديه التحتيه، العنقوديه الفوقيه، العنقوديه الدوديه. اول شيء الغسيل، مو مشكله نحطهم كلهم. وانت معاهم يلا يا حلو. وانت كمان معاهم جوا. وانت كمان. ونحط من هذا شوية مثلا وشوية من هذا. وممكن نحط كولونيا عشان ريحة الغسيل تصير حلوة، ومعجون أسنان عشان ينظف ويصير زي الألماس. جاهز؟ ابدأ. دوري يا حلوة، لفة كمان. دوري ولفي، لفة كمان. دوري دوري. خلصت. ايه ده؟ مثلث. مسدس؟ مثلث. ايه ده؟ محبرة. بقرة. محبرة محبرة. بقرة بقرة. وده؟ حبر. عم فلافيلو ممكن تسيب اشيائي؟ مو كان المفروض تساعدنا؟ ايوه صح. اكتبي انواع الاشكال الهندسية. 1 رغاوي. رغاوي كيف؟ رغاوي ايش؟ رغوة من رغاوي بتاعت الصابون. ازاي مش عارفاها؟ ايش اللي بتقوله هذا؟ ايش علاقته بالهندسه؟ انت كده بتعطلني. في رغاوي جايه يا رزان، رغاوي كتير قوي. الحين الدور على الاكل. ايش اسوي ايش اسوي؟ بطاطس. ايوه راح اسوي بطاطس للاولاد. نحط هادوله ومعاهم هادوله وهادوله كمان. ونحط عليهم كمان موية. تمام، أصلاً لما تستوي حيبان عليها، وبعدين أطفي النار على طول. طلع مرة سهل شغل البيت هذا. بقي دخل في رغاوي. درغام درغام أنت فين؟ أنا هنا يا فلافيلو، أنت اللي فين؟ ايش اللي صار هذا؟ شكل الرغاوي الفضائية ملت البيت ومش هتسيبنا، لازم نهرب. ارحمنا يا اخي، مو كل حاجة تقول عليها فضائية. الرغاوي هذه من فين جت؟ اولي هذه حفلة رغاوي ولا ايش؟ انا مرة احبها. هي دي حفلة رغاوي؟ يا سلام، يلا بينا نلعب. يلا معايا ارقص. يلا هذه المرة ارقص اقوى. لا هذه مو حفلة رغاوي ولا شيء، وقفوا وشوفوا لي حل المصيبة هذه. أعتقد كده أن الرغاوي جاي من الحمام. اجروا اجروا نشوف الحمام. كده احنا خلاص عرفنا ايش سبب الرغاوي. بصفتي رئيس حزب الرغاوي قررت اني احل المشكلة دي واطمنه. بابا شوف الورقة اللي ماما ادتك هي ايش مكتوب فيها؟ اياك تحط الابيض مع الملون في الغسالة سوا، ولازم تستخدم المسحوق الصح. فعلا انا ما حطيت المسحوق مضبوط، وحطيت اشياء تانية تخلي الريحة حلوة. المهم الحين شوفوا، انا حجيب السطل والممسحة وننظف الرغاوي هذه بسرعة. لا البطاطس على النار. فلافيلو روح شوف البطاطس بسرعة. بطاطس بطاطس انا هاكلك. بطاطس بطاطس انا هاكلك. يلا اجروا بسرعة. ايش اللي صار؟ يا ماما. ايه ده يا ماما؟ يا ماما ايه رجلي. اسكتوا شوية ووطوا صوتكم عشان اعرف اذاكر، عندي اختبار. ما يصير تلعبوا طول الوقت كده كتير.
هو طبيعي ان القدر هذا ينهز كده؟ اكيد طبعا هذا طبيعي، هو كده يعني حيصفر كمان شويه وانا حقفل النار. يا حكم ولا ايه؟ حتصفر ازاي؟ من جد يا بابا، صفاره ايش؟ ما في صفاره. يعني ما في صفاره في القدر؟ بابا القدر كده راح ينفجر وانت ما عرفت عشان ما في صفاره. لا نم نم، تسلم ايدك يا درغام. انا ايش اسوي، كل البيت غرق، انا كده خسرت. ايش هذا؟ شكله وحش، اكيد لما الملابس اختلطت مع كل الاشياء اللي انا حطيتها طلع لنا الوحش الغريب هذا. طب ايه رايكم لو نسميه روزي؟ يعني روزي هو اللي بهدل وخرب كل شيء بالشكل هذا. بسبب كل اللي سويته هنا انا حخسر التحدي مع العنود. هذا الرجال كان معصص. خد دي. هو انا عملت ايه؟ بيصرخ ليه؟ بيصرخ عشان انت كبيت عليه عصير الكرز. طبيعي يصرخ، ما هو ايش اكبر عدو لللبس والقماش؟ عصير الكرز. مرة حلو، يعني ما هوقف الوحش الا بعصير الكرز. انا قلت غزل بنات بس ما حدش خد باله. فلافيلو حاول تمشي بسرعة وروح جيب علبة عصير كرز من التلاجة بس وانت متخبي. علي ما ينفس حالا يا فندم. هوها. تفضلي يا علود هانم، تفضلي. حضرتك مدير متواضع. أنا مدير محظوظ لأنه عندي موظفة ناجحة وشاطرة كتير بشغلها، وهات غير ذكائها القوي. بفضل ذكائك شركتنا زادت أرباحها بيوم واحد 500%، والإنتاج كمان زاد أضعاف. خبريني رأيك لو حبيتي تشتغلي معنا محل الأستاذ درغام. شكراً، ما أعرف إيش أقول لحضرتك، هفكر في كلامك. أنا راح أستأذن. إيش؟ هدول ليش ما بيفتحوا الباب؟ الو. ايوه يا العنود. ايش صحيح انت برا على الباب كده؟ انتهت العنود، خلاص وصلت، لازم ارتب البيت بسرعه، راح اخسر. فين الكرز؟ حالا يا ريس جاي. فلافيلو بسرعه اشرب عصير الكرز هذا. اشرب حاجات ببلاش. يلا يا ابني امسك معايا رجول عمك فلافيلو. امسك نفسك يا فلافيلو. لا مش عارف، ما ينفع، لازم ننهي الموضوع. لا لا لا. احنا فزنا. العنود؟ وطبعا كده اللي فاز بالتحدي العنود. معلش بقى درغام، ايش اللي سويته هذا؟ فهمني الوحش الروز طلع من فين؟ ابغى اسمع ردك لو سمحت. عنود، الموضوع ان انا ما عرفت اسوي اي شيء. لا تزعلي نفسك ابدا، انا ما كنت اعرف ان شغل ست البيت صعب مره كده. ممكن تقول لي ايش اللي تعلمته من التحدي؟ اتعلمت ان كل شغل فيه صعوبات كبيره وان كلنا بنتعب زي بعض. طيب بما اني فزت بالتحدي حتسوي اللي انا ابغاه. اتفضل الممسحه والجردل هدول ويلا نظف البيت كله، يلا اتحرك. وانتوا طبعا حتساعدوني مو كده ولا ايش؟ لا احنا حنلعب ونتزحلق هنا مو كده يا اولاد؟ نتزحلق. لعبه حلوه. كفايه شغل بيت حرام عليكم. تعرف ان ما رحنا البحر من ايام ما كنت فلفول بيبي، ورحنا السوق المقفول كمان. ما كانش مقفول ولا حاجه، كان مفتوح على البحر. ياي البحر مره متوسخ، أحد يرمي القمامة كده في البحر؟ شوف يا فلافيلو، أنا جبت لنفسي كاميرا جديدة روعة تتحمل الطيحات وكمان ضد الموية. بجد؟ يبقى نختبرها. إيش سويت يا فلافيلو؟ أنت أكيد فيك شيء. يا ابني كنت بشوف هتدخل فيها مية ولا لأ. راحت كاميرتي. إيش أسوي فيك الحين يا فلافيلو؟ تنبيه تنبيه، بهدف التوعية تجاه تلوث البحر على الشط، اليوم الساعة 3 في مسابقة مين رح يجمع زبالة أكثر من التاني. اللي بده ينضم يتقدم بالطلب، ومكتبنا رح يستقبل كل طلباتكم وطول يوم العمل. هذه هي، يا سلام، أحسن فرصة لتنظيف البحر كله.
كل فريق بينضم للمسابقة رح يستلم مركب وواعي وأدوات خاصة بالغطس. حبيبتي يا كاميرتي، فلافيلو طيحك مني في البحر وما حلقيكي. إيش أسوي؟ إيش ده؟ هذا مركب وكمان أدوات غطس؟ حنغطس ونعرف نلاقي كاميرتي. أيوة أيوة، إحنا هننضم. هاي وأنا معك في أي حاجة يا مان. أكتر فريق بيجمع زبالة من البحر رح يربح معنا جائزة 10,000 ريال. 10,000؟ ألو رئيس قرصان، خبر ب10,000 ريال. أعزائي المواطنين، سنقوم بتنظيف بحرنا وسنستمتع، وهناك جوائز أيضاً. عن طريق هذا الميزان سنحدد من هو الفريق الذي حصل على أكبر عدد من المخلفات. إذا كنتم مستعدون سنبدأ الآن. 3, 2, 1 ابدأ. سيري للأمام يا نورماندي. أبو السباع شوف شوف، صرت رجال سمكة. خلاص يلا يا فلافيلو، خلينا نروح ندور على الكاميرا. الموجة تجري ورا الموجة، عاوزة تطولها. أنا جاي. يلا. ايه ده؟ بقالي ساعتين عمال ادور وطلعت في الاخر بعصاية ايس كريم. يا ترى مين الشخص اللي رماها ده؟ انها ورقتي، رميتها منذ قليل. بجد انت اللي رميتها؟ اكيد يا ريس. فعلا دي فكرة هايلة. لو احنا مش عارفين نلاقي زبالة جوه قاع البحر، يبقى مفيش غير اننا نرميها بنفسنا وتبقى اتحلت. طرزان بسرعة ودي المركب على الشط. يا انا ذكي جدا. شفت؟ بقولك ايه، مفيش واحدة ايس كريم فاضلة معك. الو الو، اللاسلكي شغال؟ انا معاك يا ريس. هنعمل ايه؟ يلا يلا. تمام، اللاسلكي شغال كويس. تمام، يلا دور كويس معايا عشان الاقي الكاميرا. يلا نسال كيلو السمك المشوي اللي قدام دول، يمكن شافوها. جاهزين؟ جن 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 الزحلقة على الحديد. ده احنا عندنا ضيوف. كنت جامد جدا، ممكن تمضيلي على كرشي لو ما يضايقكش؟ كفاية لعب يا فلافيلو. انت مرة فلة فعلا، والشقلبة روعة والزحلقة كمان، بس في شيء، الكاميرا اللي على راسك فوق هذه تقريبا حقك. ها دي؟ اتفضل خدها. يلا خد جيبها. يلا جيبها، خدها، هاتها، تعالى. ايه مش عارف تاخدها؟ الحاجات دي مش زي القعدة قدام التلفزيون وتأشير اليوستافندي والأنتخة. حذر فذر، اليوستافندي فين؟ اهو، وقلبولك بطيخ كمان، بس لازم له خدعة لذيذة. تارارارا تارارارا. يا ابني انت ما تعرف انا مين؟ مو عشان اتزحلقت لي زحلقتين حتعيش علي الدور. انت شايف كده؟ طب اعرفك بنفسي، لازم تثبت لي انك هتطلع شجاع وتنافسني وإلا تبقى جبان. مبارزة. انت اللي بديت يا صغير وانا قبلت التحدي. تبتدي ربتي تبتدي ربتي تارتا بلا بلا بلا. ارموا ارموا كله في البحر، احنا هنبقى اكتر فريق هيجمع زبالة وهنكسب الجايزة اكيد يا رجالة. يا بسبب ذكائي مش عايز اقوالة. قشطة دي خلصت، هاتوا التانية بسرعة. شيل شيل. ماني مصدقة، بيرموا القمامة في البحر عشان يربحوا، وبعد شوية حيجمعوها تاني كأنهم نظفوا البحر كله. احنا معانا كيس قمامة وهذا ما يكفينا عشان نفوز، اكيد هنخسر المسابقة. مو مهم، احنا بنسوي اللي نقدر عليه. يا بابا، نفسي اعرف فين بتروح في اكثر الاوقات اللي بنحتاجك فيها. انا مش واثق فيك يا درغام، انا هشجع جينك اضمر. مشكور يا فلافيلو. ثلاثة اثنين واحد ابدا. اعتبرني سبقتك. جينك 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 جينك، انا حوريك يا جينك. دي ما تتحسبش، احنا هنعمل مسابقة تاني. انا ابويا صغير. ها
وطيها على الجنب ده بسرعة. يا سلام، الخطة كده تمام. يا طومان، ألقي بآخر كونتينر لديك. والآن حان موعد انتهاء المسابقة. للأسف الوقت انتهى. برجاء الاقتراب من المرسى وإحضار المخلفات معكم. أنا عايز أعرف مين هيكسب. هيقولوا دلوقتي مين هو اللي هيكسب. هيقولوا شوفي اللي جمعوه قد إيش؟ أكيد هنخسر الجائزة. الزهر شكله هيلعب. كسبنا فلوس من الزبالة، إحنا مفيش حد زينا. جوبيك جوبيك جوبيك. أنا مو فارق عندي نفوز ولا لا، أنا متضايق إن قرصان ما رح يتعاقب على اللي سواه. شوف حتى ما جمعوا القمامة اللي ملوا بيها البحر كويس، وسخوا البحر على الأخير. أوه، أنا زعلان في إسرة من الكسوف. أنت إيه بقى يا ريس درغام؟ بقولك إيه، مفيش مكان هنا ناكل منه أكلة سمك وجمبري حلوة؟ آسف، مفيش حاجة، ما تاخدش على كلامي. اتفضل يا ريس درغام، الكاميرا بتاعتك زي ما وعدتك. المسابقة، نسينا المسابقة. أنا لسه شايفهم، كل المتسابقين راحوا تجمعوا عند المينا، وولادنا ما عرفوش يجمعوا زبالة من غيرنا، أكيد زعلانين مننا قوي. أوف، اليوم جري بسرعة وإحنا هنا مقضيينها لعب ونسينا المسابقة وما جمعنا الزبالة. أنتوا بتدوروا على زبالة؟ إيوة، بس يلزمنا كمية كبيرة من الزبالة. بيتهيألي ممكن ألاقي لكم الكمية اللي أنتوا عايزينها. لنرى، 1.5 كيلو. واو واو واو. والآن سنرى كم أجمع الفريق الآخر من المخلفات. تدا، 3 كيلوهات. واو واو واو. الفريق التالي يتفضل معنا. برافو عليه كل ده. ممكن أخذ جايزتي لو سمحت؟ طبعاً، الفريق الرابح هو فريق النسر قرصان وأصدقائه. تفضل يا أستاذ، هذه هي الجائزة. بابا؟ عارف لفيلو؟ يلا ارموا يا شباب. هذه أكبر مخلفات رأيتها في حياتي. إزاي؟ ليه؟ مين؟ فين؟ هذه الجائزة من حقنا، تعبنا كثيرا في جمع القمامة من الشارع لإلقائها بالبحر. ماذا تقول؟ لم أقل شيء أبدا. كده قضيت علينا يا أذكى أخواتك؟ أمسكوا هؤلاء المصابين، تحركوا. لنهرب من هنا سريعا. يلا امشي قدامي. والآن عرفنا من هو البطل الحقيقي. تفضل يا أستاذ، الجائزة. يا حلاوة، بقينا أغنية. يلا نروح بقى نشتري جنينة حيوانات أو جنينة عادية وإحنا نقعد فيها. أنا عندي فكرة أحلى، اتفضلوا الجائزة. ما تبقى عندكم مكان تتزحلقوا عليه بعد ما أخذنا السفينة. بفلوس الجائزة هذه اشتروا شيء تتزحلقوا عليه أحلى من اللي فات. أولي أولي درغام العظيم، درغام العظيم، درغام العظيم. قرصان! آسف يا ريس. آيس كريم مجانا، تريد واحدة؟ قرصان! استنى اتفضل يا ريس، الميكروفون ده وده الخطاب بتاعك. أعطني الميكروفون يا ولد. هبلة هبلة مش 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 بدا سنسين هش. أيوه عندك حق، أنا آسف يا فندم، الورقة دي كان ابني بيلعب بيها وكتبها. اتفضل ورقتك. تمام. المواطنين الكرام، زادت ميزانية البلد هذه السنة وهناك محاولات لتوفير السعادة والراحة لكم، وقررنا عمل حفلة تنكرية بمناسبة زيادة الميزانية. الكل في انسجام ووئام وسلام. غدا في الليل هناك حفلة تنكرية ستقام في الحديقة الكبيرة. حسنا، ارتدوا أزياء جميلة وتعالوا الحفلة غدا. حفلة تنكرية، حفلة تنكرية. انتبهوا جيدا من هذا، هناك شيء ما في عقلهم. بالضبط.
كذا محتاج إني أجمع خشب أكثر من كذا عشان أعرف أسوي كوخ زي المطلوب مني بالضبط. حفلة تنكورية، حفلة تنكورية، لا لا لا، حفلة تنكورية، لا لا لا. بابا أنت إيش بتسوي؟ أنا بجهز لمواجهة أكبر عدو لي يا سيد الظلام، مو شايفين؟ سيب اللي في يدك، بكرة في حفلة تنكورية مرة كبيرة، يلا روح حضر ملابسك. أنت مسوي دراكولا وباين عليك من ملابسك، لكن عم فلافيلو أنت إيش مسوي؟ شاورما، أنا سندويتش شاورما يا ليث وحراق كمان. وكيف نعرف إنه حراق؟ بص كده هتلاقي باين في عناية الاثنين. يلا يا ابني قوم اجهز. تمام تمام، روحوا أنتوا وأنا راح أجي وراكم. أبغى أكلك يا فلافيلو. حفلة تنكورية، حفلة تنكورية، يلا. إيش ده؟ إيش فيه؟ هذا أخذ الآلة حقتي وطلع يجري. لا ما راح أسمح لك تسرق الآلة حقتي مهما صار. تعال هنا. شكلك كهرباء قطعت. إيش؟ لا مستحيل، ليش قطعت الحين بس؟ ما لحقت أحفظ اللعبة. حرام. إيش؟ إيش حنسوي يعني؟ يلا ننام وعلى الصباح حتكون جد. هكذا وبالتالي لن يقدروا علي مهما حاولوا، سيكون العالم كله تحت سيطرتي. ليث انت فين وديت السرير حقك؟ ايش؟ ما هو مكانه هنا؟ ايش اللي بيصير؟ سريري فين راح؟ درغام، ابنك ليث ضيع السرير حقه، اتصرف معاه بطريقتك عشان انا تعبت. ايش ده؟ فين الكمبيوتر؟ مو موجود؟ مين فيكم اللي صحى دراكولا من النوم عشان انتقم منه؟ بابا مو وقت المزاح الحين، في حرامي دخل البيت. شوفوا انا ما ابغى اي شيء يعكر مزاجي، انا عندي حفله تنكوريه في الليل عن اذنكم. لا 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 لازم لا تشوف لا المصيبه هذه. درغام لا 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 ماني سامعكم. ها ها، ايش اللي جاب المكعب هذا هنا؟ الطريق ملكي، وغدا العالم كله، الكوكب، المجرة. يا ريزك هنا. على فكرة يا صاحبي، لبسك التنكري هذا كتير حلو. تنكري؟ هذا مو لبس تنكري، هذا لبس رستم بيه اللي بيلبسه. وإيه رأيك في اللبس التنكري اللي أنا لبسه ده؟ أوه عصير جوافة؟ ده أنا بحبه قوي، أما روح أخد حبة. أنت بتعمل إيه؟ انتباه انتباه، وقت اختبار أجمل زي تنكري في الحفلة، وهناك جائزة كبيرة أيضاً. سنقوم بالتصويت لمعرفة أجمل زي تنكري. أنتم تمزحون معي بالتأكيد. المهم هيا لنبدأ التصويت الآن. من سيكون الأول يا ترى؟ أستاذ هو أم أستاذة؟ ها أنت، أنت هناك، هيا اصعد المسرح. تتحدث معي؟ نعم أنت يا حراس، أحضروه على المسرح فوراً. أنا مشغول ولا وقت لدي. لا غير مسموح لك بالهروب، أنت أول متسابق، يجب عليك البقاء هنا. ما رأيكم بهذا الزي التنكري؟ مش حلو خالص، أنا لبسي أحلى منه بكتير. طب ما تروح تطلع على المسرح، ورينا الجرأة.
عادي يعني، ودي فيها ايه؟ اتركني رجاء، لدي مهمة تحويل العالم لمكعبات. انا جيت فلافيل وسندويتش شاورما، ايه رأيكم في لبسي؟ البادئ اظلم. يا حراس ماذا تفعلون؟ اقبضوا عليه فورا. خدوا هدومنا ليه؟ أنا ما قلتش حاجة على فكرة، اللبس بتاعك جميل، أجمل واحد في الحفلة، اجري! يبدو أنكم لا تعلمون من أنا. دقيقة واحدة، مو هاد سيد الظلام من لعبة العامل الخارق؟ لا يكون ها؟ ايش؟ ايش ده المكعب؟ لا مستحيل. بابا بابا، كل اللي بيصير هذا بسببي انا. سببك انت؟ الكهرباء انقطعت امس وانا العب يا بابا، وبعدين انتبه. اوي بتمطر تلج. اوي اوي راسي. وبعد ما الكهرباء انقطعت ايش اللي صار؟ وبعدين وانا نايم الكهرباء رجعت، وسيد الظلام خرج من اللعبة وجاي هنا عشان يسيطر على العالم كله. هذا راح يدمرنا. مو غريبة، ما انتوا ياما سويتوا اشياء غريبة قبل كده. انا ماني مستغربة ابدا. حلوا المشكلة يا حراس. اعتقد لقيتها، اللعبة بتقول ان الوحيد اللي يقدر يوقف سيد الظلام هو المعدن الشجاع. لن تقفوا في طريقي. بسرعة، احنا لازم نروح مكان فيه انترنت. ايوه، عشان نعرف نلعب. بسرعة، لازم نلاقي سيارة يا بابا. تعالوا تعالوا، السيارة موجودة في آخر الطريق. عربية المكرونة؟ أنا عارفها. اجروا اجروا، يلا بسرعة. يلا يلا بسرعة، اجروا اجروا. انزلوا انزلوا انزلوا، اجروا بسرعة بسرعة. انزلوا بسرعة، افتح لنا كمبيوتر عليه العامل الخارق. ايوه، وانا عايز توست بالجبنة بسرعة. يلا افتحي افتحي. ايه الصوت ده؟ هذا اكيد سيد الظلام، هو شافنا واحنا داخلين. شوف انا ايش حسوي، نفس اللي سويته امس بالضبط، راح افتح اللعبه عادي وانت حتقطعوا الكهرباء عن الجهاز هذا. لو سيد الظلام خرج بالطريقه هذه اكيد المعدن الشجاع حيخرج هو كمان. انا كمان جاي وعايز العب زيهم، افتح لي لعبه والحساب لما نخلص كلنا. سأحول كل شيء لمكعبات ثم احمل المكعبات الى عالمي. سيد الظلام يقترب. تمام كده بدأت، يلا اقطعوا الكهرباء حالا حالا. بس يا ريت الخطة هذه تنفع يا ابني. يا عم شغل الجهاز رقم 4، عايزين نلعب. وفين التوست بالجبنة بتاعي اللي طلبت؟ الكهرباء قطعت. يلا يا معدني تعال، يلا يا معدني بسرعة اطلع، يلا أرجوك. وأخيرا وجدتكم. أنت تدمر سيارة مسؤول، أتدرك ذلك؟ ستدفع الثمن بالتأكيد. أمزح معك. المباني تنهار، عليكم الهروب. ما هو نافع يا ليث، إحنا لازم نمشي. قم يا ابني، المعدني كان لازم يطلع. منطير الحقونا، أحد يلحقنا بسرعة. لن تستطيعوا هزيمتي أبدا. مع السلامة. إحنا عايشين؟ بس مين أنقذنا؟ هذا المعدن الخارق، الموضوع نفع، هذا طلع من اللعبة وجاء عشان يساعدنا. المعدني؟ عدت ثانية لمحاربتي؟ تذكر جيدا أنك لن تستطيع يوما. خذ هذه.
التجزئة آلتي. أنا مسكتها. أسقطت آلتي. أحد يساعدني، استخدم الآلة يا بني. تمام. أسرع. أحسنت يا بني، أنت الذي هزمت سيد الظلام. أنا ماني مصدق، أنا نجحت، هزمته. أنت الآن عليك ضبط الآلة بالمعكوس حتى تستطيع أن ترجع كل شيء لحالته القديمة. هات أنا اللي حعمل كده، دي حاجة سهلة أوي. شكراً يا معدني، أنت فعلاً شجاع. اشكروا ليث على كل ما فعل، أما أنا فسأضطر أن أرجع إلى عالم خاص. يا عجينة، هيا أعدني لحالة القديمة. أنا محدش يتوقعني أبداً. Thank you.